بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلوغ المرام، كتاب الطهارة، درس الدماء، خرج الراء، باب ما جاء في أن نوم المضطجع ينقض الوضوء. باب وين رفيت هربني لم تجد إيسى وضوء دي جاتشو كي ستي. باب وين رفيت والأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء وضوني على من نام نمر فرة تار مضطجعا كي صالتين. طيب، عيسى حالة إن على من نام مضطجعا نمر في الرتالة عيسى حالة إن. وفي سند ضعف أيضا، سند ساكي ستي لا فنتي تجراج، هو حديث منكر، حديث نكون جبا مالا، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. أبو يزيد أبو خالد الدالاني كجلا يزيد أبو دا أبو خالد الدالاني كجانتو كيس جرا جبا ما حديثات. إجماع أهل الحديث على ضعفه، ولقال له الحديثة ضعف ما حديثة كانت الرتي جران ججو. طيب، نما كيسه الرفين الرتي ودون ننجر ججو لما فهمني حديثة كانت waan jennu ciisee rafee taa'e rafee yoo hirriba isa fudhatu keeysa seene namtichi udua isaa haaroyoomsuu qabaa jenna. Tayyib, haaroyoomsuu qabaa jenna. Law maa jaa fi tashkiiki shayxaani ibna aadama fi taharatihi, ilma aadam shayxaantichi شكيس دربة ودو أديد جان صلاة هركب الليس والعبجج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم تكوك سنتين لفا الشيطان شيطان في صلاته صلاة ساكي سنة لفا مال دلق فينفخ نأفف في مقعدته تاعي ساكي سأفف. خلوما أرى تلال إنهم وانا فور الرابعي اتفكيس فيخيل اليه كما اساني فكيف ما انه احدث اني ندوفت اتفكيف ولم يحدث كان اوهن. فاذا وجد ذلك يروسا ارقي فلا ينصرف غرنقلين. يرو قرتي وانا فور الرابعي اتفكاتي فلا ينصرف غرنقلين حتى يسمع صوتا حمس قلي نقيت صوتي قوم قيجو تاتي يجو او يجد يوكا هم ارغوتي ريحا شركا فولي اجويتو. اخرجه البزارو بزارتو باس. واصلوا في الصحيحين هندين حديثة كانا بكاري مسلم كيستها من حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد ترى. ولمسلم مسلم افتاد عن ابي هريرة ابا هريرة ترى نحوه فكاتا حديث دبري. وللحاكم حاكم افتاد عن ابي سعيد مرفوعا: اذا جاء يرود في احدكم متكوك سنت الشيطان شيطان تيجي فقال يروج انك احدثت هيوسه ست هيوسه فكيسه افت يروسينج هيوسه يوسك سنك ايجو كستي فليقول هاجد كذبت كجب داجوني افهم من دبته مولك. واخرج ابن حبان بلفظ فليقول في نفسه ابن حبان وانجله. وأخرجوا نباس ابن حبان حديثا عن نباس بلفظ دبي لفظ يجون دبي فليقول هاجئوا في نفس لبو ساكي ستي مال كذبتك جبت هاجئوني. فليقول في نفسه كذبت لبو ساكي ستي كجبت هاجئوني مال أفانين أول قبتي كجبت انجر يجو ولنباخت أول قبت. طيب، دوبا شيطان تيجي عبادة نمرة بالليس وراف نمت الفيوة ودوني نمرة جبي نمت فكيس هو سنمرة قيجو كنافو جلان لغي ناجا يو أجاف نياني لغيسا نياني تجاو لغيسا يو كاسا غلي حفور سنين رابي لغيسا نقوفا بايب.
باب قضاء إلى حاجتي بابا لما سجر في تجو كيستي وين أفيت لما سجر كراهية دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وذكر الرب خيس جرو قبي يوكا جرك لا إله إلا الله نتكتب من وانا كسيتين بكسجر أكون دندما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب نتي إذا دخل يروسين الخلاء سجرا بكاجات فتة إما سجرا ودع كلفكايو تأي خاتمه أمرتيسا كوبيسا مالف جنان بك كبجاسن بك وان كبجاك في الرقو بك سنين أولي سنو جسات أخرجوا الأربعة وهو معلول قروا هذه سنة كن وكب سما راجل فقاك با صحيح متي أبو داود فأتو فقاك تقول إيه وكب لما كبجان وكم نتوقف على ترك الواسطة بين ابن جريج والزهري فقد قيل إنما جريج لم يسمع من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد حديثا كان إلم جريج زهري لنقين زياد المسعد ترى وديس ماليجان كلما فادا قلب المتن بآخر متن إساء والجلد الجرمي كبيروتي والجلد الجرمي والصواب دبين سريدا عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه صحيني كان يجو أمرتي متر راتات رسول تولفته إيغانا درب فوهما همام همام دوغنغوري فوهما همام بن يحيى دوغنغوري تفرواه حديثا عن أديس عن زوري زوريرا وترك زيادة من سعد زياد للكسه وأتى بهذا اللفظ لفظي كان عن اللفظ دون قره كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وجد جوران رسول الله يرو سقراء والسين أمرت لفك جد جوران لفظي جرجيرا كانت أدي سيجو اتخذ خاتما من ورقين هكذا قال من ورق وقد غلط جميع أهل الحديث الزهري في هذا اللفظ لفظي كان كيستي إمام الزهري ندوغون قرسيسا دوغون قرى دبة يعني رتكبا قرون حديثات وقالوا إن المعروفة كبيكمة أن المطروح دربمان خاتم الذهب أمرت ذهبات مليت ميتات كما في حديث ابن عمر حديث نقول كما ستر في كل تقا كما تقا نساء متن نساء والجلد الجرم حديث براتي سند نساء اللين انقطاع ما قباتشو منقطع ما نساء المجريج جريج زهري لان اغيني تكا قلب المتن بآخر متن نساء متن بروتي والجلد الجرم والجلد جيرجيرا مخون اللين أما اللي دي بدو ونقر برا في ديجو مي متنين سلاتامي تأسي تروفوك أبدي تجيرجيرا متي أسي تروفتي اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه ججو رسلا سندني حديثة خنا جيرجيرا مي متني برا تجيرجيرا مي إذا دخل الخلاء ودع خاتم وججو تديف فمي ججو خنا تجيرجيرا اتخذ خاتم من ورق ثم ألقاه زلا متنين سندة خنا يجو سنم ما هو أمس دونغورة اتخذ خاتم من ورق إن جتشون سن ثم ألقاه سن أما اللي دونغورة يعني زهري رتني كمان اسم سنم أمرتي ميتا هندربين سحين دبيلا أمرتي زكاياتي أكا حديث إلم أمري كيسة تودي فمات إت زكايا رسول إفرا درب ملي ميتا ميت سحين دبي سن جتشون زكا درب زكايا ودچون انتو ديرا رت حرامي دبرتر رتو نتا مو انتو خلاف غدا تجرا ور حرام جرو جرا دبرتر رتس حرامي تو رجرو جرا خلاف غدا تجدو لما اجرا امام الالباني رحمه الله
رحمة الواسعة ورّا دبرتيرت اللي حرامي زكيني وركيني يوغا والرجل الراج نبي كان عليه الصلاة والسلام دبرتو تيسا ميتوما أفتا موزيقا ميتي ميتوما وججورا سوفر الله فخيسني وسو ديستني جدي دي سرتي كاكاس مال جنان نمني دنيا تنت يدوك كانني اخرتي كانني تو جلا هرتا ججورا والمقالة تريزني بابا كن ضعيفة حكم إيه ضعيفة إيه حكمين حديثنا قد عرفت يا جورا حكمين مرتين بابا كان كيستمالتا وهم كان ربي في الراقب توكو سقران سنو ندان ديسا كلام رحماني فكين يفقو أنا كبتة والإنسان ندان ديسا سنو نين حرامنا هنك أبو جنة قرو وفي الرالة فكايو كرا هذا جبا جنة جبا ما جنة أمو قرتي يكرهني جبا ما جنة مالي يحرم حرام تاين جنة دليل مالتي وانتو كهرام ينقول عن جيتشو كلام الرحمن بيكا كبجاء لك هايون مانا كبجاء لكون أفتا كبجاء لك هايون مستحب جاء لتما ما يقال عند دخول الخلاء وأن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء سجرا يروسين قال كجلوتي اللهم يا الله إني أعوذ بك يا الله سننتي فما من الخبز ككر ما شيطانا ترى والخبائث دلت شيطانا ترى أخرجوا السبعة إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبز والخبائث أكنجي رسول الله عليه الصلاه والسلام حديث امام ابو داود ابن ماجه امام احمد باز كيستي سغرولين تفهمتوا الشيطان ني دفتي كنافو غرتي يرو اجريتان اعوذ بالله من الخبث والخبائث اكنجي ادا تكون كيسنا كساجوجي لم يكن عليه الصلاه والسلام ذكري كانان وفي الرعي تاجو ذكري كانت جنان قدين دابت يرو غرتي سينو فيران يرو ميلاسي اتول لا تنسن يرو سن ذكري تنا قران جيتو جرا غن رب متي متن بك بيرا بك تيجي سيتي جيستي وفراتي تو كفراتي هيمت هنجو اللهم متي متجو إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث بسم الله شنو ونجرا لفظي تسمية آخر عن حديث نقف نجرا يتشغل بسم الله قال الحافظ إسناده على شرط مسلم جريد دبته حديثة كنا وقد عزاه ابن الملقن هذه الزيارة إلى سعيد بن منصور وأبي حاتم وابن السكن سعيد بن منصور في أبو حاتم بن سكن توديس حافظ سنة النساء شرط مسلم رتارج بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث يجودا ديسج بسم الله تدبلت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث طيب إمام الألبانين زيادة تسمية لا شاذي لا يجودان الرادبته وقد ورد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله يجودان حديث نبراد فجر حديثا إمام الألبانين ضعيف قد ايه في تاجر يجودا وضعه النووي في الخلاصة والألباني في العلواء وحسن أحمد الشاكر في تعليقه على الترمذي بسم الله إذن إمام الألباني
شاذي راجع. طيب والتسمية قد وردت في عدة أحاديث كلها معلولة. هن جنون فقاقة بسم الله بسم الله يجور هنفتو. طيب هن جنون يجور فبسم الله تقرتي والنار هنفتو يجور هن ديسيتو. ويكفي في ذلك أن حديث التسمية قد وردت في عدة أحاديث كلها معلولة. ويكفي في ذلك أن حديث أنس رضي الله تعالى عنه ورد في الصحيحين والسنن وليس فيه ذكر البسملة والله أعلم. طيب وندلو توقع قبدي بسم الله الرحمن نفته أحمد شاكر درجاني سيها سنجري هاي سولين ضعيفة يرو والتك بامته سند الدول عن نفته تأيهم من يسجب دو قنتين درجة حسن التقل سيتي جلان الله أعلم قروش هذا جيرا إمام الألباني جاني. وعلى كل حديثني خلاف نتوكو التنجر إذا دخلتم الخلاء فقولوا يعني أعوذ فليقول إذا دخل إن هذه الحشوشة محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول حتى ناجروا. أعوذ بالله من الخبوث والخبائث هجوم كان سن صحيحة بن قبل. حكم الاستنجاب الماء من البول أو الغائط. استنجابه بشانين شنشانين يوكاو غائط من البول فنجان الراح أو الغائط يوكاو غرته سجرا ودان الرجولة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربنا يدخل الخلاء سجرا كسر متأ فأحمل كبات أنت أنا نافي وغلام نحوي. أسلين خلاء بك كلات كيس كيس اتهاجان في تتم خلاء قرو مكا بك وان أتشي كيس اتهاجان في تتم وان أتشي كيس اتهاجان في مالي ساقر آجو وغلام النحوي مجان فكاتا كيا غلام جتشان مجان إيراتي كاشا وإن سر هنغا أمت ربازت غلام جد أما جان. نحوي فكاتكي كاتي يشود أمري كيساتي فأنطلق أنا وغلام من الأنصار غربان سنت أنصار راتي روان برا كاسي تفسيتين تبعت أنا وغلام منا أنا في غربان راتي جدي دبت رواية بخاري كذا. قالوا له معيد عبد الله بن مسعود تنمس ورجل اللي نجرا قالوا هو سر متي يعني وهذا ليس بشيء. ما لبات إداوة أكله من ماء بشان الرتات وعنزة أما اللي مسرات ولي مسرات أي شورا إداوة ويلكاتك شاك الأراتي وجمعه أداوة إداوة أداوة وعنزة أمال حربة صغيرة إبوتك شو. وكان النجاشي أهدى للنبي أزليغا ومن نبي كينيا وانت نزبان الإهرار كاروية جلالة النجاشي ترسول إرك يبون بيكم تسام برات رسول الله رغر صلاة أبو إزي بلدور الآبا وتوارس من بعد الخلفاء موتولين سبو دال ليس مرة أكسو مولي رافراني أهلاني ديمان جيجو. طيب باب الصلاة إلى العنزة جد إمام البخاري باب التكاية باب قرى
eboo xiqqaa shoodhaa yookaan masraaxaa laalanii salaatuu jee fuuldura dhaaban jechuudha. Wanni tokko yoo nama dura bahillee akka salaan namarraa hin cabneef. Fayyastan jiibil maa irasuli bishaaniin istinjaa bahe mutuma kun caalee. Bishaaniin qulqulleeffataa jechuudha. Fayyastan jiibil maa. Bishaan qofaan uf gahuutu asirraa fuudhama. Kosii fi suqqaa fi dhagaa fi waan adda addaatiin carqaan sooftiin osoo of rigin. Warroonni waan adda addaatiin of riguu rakkinaatu isaan mudata. Cobxoof harkisuutu mala. Dhagaan dhoo'anfa. Fincaan ofirraa riganiin. Ammallee fincaanummaan irraan dhaabbatu. Akkuma isaan riganiin elmama. Kanaafuu namni ogguu fincaane riguu dhiise bishaan rabbiin isaa uume kanaan ofirraa dhiquu jechuudha. Ni dhaabbata irraa. Ofirraa gogoisina jedhanii warra fiqeetti irraa gartee tajdiida waa jajjabeessuu kana warra hojjeteen seeraa namni. Ofirraa gogoisina jedhee qaama saalaa qabatee gartee deemaa ni oola. Uummata biyya keenyaati. Deemaa ni oola jechuudha. Baadiyyaa kee magaalaan dhagata. Ofirraa gogoisina jedhee fitnaa of geessa. Fincaanuu bishaan itti naqu nagatti dubbiin. Isaan tuttuqaa heddummeessan kalaas hin dhaabbatu irraa ofumaa rakkootti fidan. Haala badaa tokko jira biyya keenya. Uummata Finfinnee Addis Ababa Anawaar guddaa kan ibsee dhaqxe. Uummanni harka isaanii kofoo keessa kaa'anii namuu gartee qaama isaa kasaalaa qabatee dhaabbata. Salfii galanii. Maali haalli fokkinni akkanaa haalli fokkataa uummanni gara miyaajeetti ilaale salfii fincaanii qabatan. Maali kalqiin akkanaa? Waan badaa wal barsiisan jechuudha. Istixbaabu al-bu'di wal-istitaari 'inda qadaa'i al-haajati. Fagaatuun wayiin dawatuun sunnaadha. Bal waajjiba jenna. Namarraa achi fagaatuun akka namni qaama namaa waawuraa namaan agarra. Yeroo hajaa fixatan jechuudha. An al-Mughira bin Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu qaala li an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam khudh al-idawat wa kul fuudhi naan jee rasuulli. Fanxalaqani deeme hattaa tawaaraa anni hamma narraa fagaatutti. Okkolee bishaanii fuudhinaan jedhee hanga narraa fagaatu achi deemu. Faqadaa haajatu haajaa isaanii xumurate muttafa guna calee. Haajaa isaa akkasii xumurate. Maaliidhaan sattarate? Bishajaratiin mukaan oobi akkumatti yookaan tulluudhaan. Oobi bibuucdii yookaan achuma fagaatuudhaan qome wayiitiin بيان بعض الأماكن التي ينهى عن التخلي فيها. قريبه تليرا فكي ستها جافت أجون بو مجرى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. أبارو لمن صداد لا يجو. قروا معنى مرادة ولمك أبارس سنفد يجو. ظاهر لاعنين أبارو لمن يجو. قروا معنى مرادة. الشيئان الجالبان. اللعن ولم تبارس فيد الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم كخل الذي يتخلى واني ابارس فيد
حاجة بين سيس حاجة بوت أك حاجة بين سيس حاجة بوت يوكا خلي الذي يتخلى خلي الذي يتخلى حاجة بين سا إس حاجة بوت والنبار سفيد حاجة سغرابان في طريق الناس كرانا ما خيست أمر سوكرا خيست ديمو كوبي سابريد دو تانا تولفته ورا صدافاتي وديم فكينيا sagara dibatee onni asi salaamu aleikum jedhee ganda sodatti ol qajeelu oguu kophee baafatu kun sodaanni ajaa maaltu maalte edaa sodaan udaan laaqatee dhufe firratti nagarinne salphinaami awu fi zillim yookaa gaaddisa isaanii keessatti gaaddisa gaaddisa namni dadhabee gartee uf jedhee dadhabee oguu dibe keessa gajjuu foon olaal sagara irra gangalateedha namni gartee rifaatu saniin abu rabbisaa abilleessu rabbisaa ajjeessu kakkan haa ajjeessu jaabar rawaahu muslimun abaarsa fudhate zaada abu daawuda an mucaazin walmawaaridi jechaa dabale mawaaridi jechuun turree karoolee xixiqqaa ka bishaaniif deeman jechuu mawaaridi turroolee jechuu karaa ayya guddoon bishaaniin dhaqatu kana keessatti yoo dibu godhee lafa kaa'e sagara ayya xiqqoon irra jettee yoo fenqir jettee kufte hubboollee cabsite buqqeellee yookaan mucucaattee jechuudha. Abaarsa akkam abaarti nama sana kasaara. Duuba ولي احمد عن ابن عباس او نقع ماء جتشات جرى نقع ماء جتشون بكبشان تولي قبم كنا من دقي راقي تشوف الى ذا ان راقوف الرامي تشوف نمن ستياو انت وجه تشوف سانكيز تسع جابو وفي ما ضعف نديس لمن كيس لا فينتي تجرى ابو داود تفك احمد كيستي لا فينتي تجرى اجي طيب مواردي سن دبتي حديثني موارد دبتي جودا ضعيف ابو سعيد الحميري لم يجرم لم يسمع من معاذ مؤازر هنقي ابو سعيد الحمير لم يسمع من معاذ مؤازر هنقي زاد ابو داود عن معاذ جامري سنده هنا كيستي ابو سعيد نجيني معاذ الرا أبو سعيد إني جدامو سندك ركز جيو سنيف ضعيفة طيب حديثني المباسي تس أو نقع ما إنك جدو ابن لهي أكي سجرا وفي ابن لهي أتى عبد الله ابن لهي أكي سجرا حديث نساء اللين ضعيف آية وأخرج الطبراني النهي روى نباس إمام الطبراني عن تحت الأشجار المثمرة وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف النهي روى لا باس روى وديسيت حاجة بوه كان روى عن تحت الأشجار جل مكينت المثمرة مكيس فريستو كتات جل مكين فريستو تاتيت تيجورا حاجة بوه san dhoowwayetu dhoowwaasanii odeyse almusmira fireesitu kataate wadaffat innahri ammallee moggaa lagaatitti jechu aljaari layni sun yaa'a kate wadaffati annahri moggaa lagaatitti aljaari yaa'a kate min hadiisi ibni cumara bisanadin daciifin hadiisi lumaariitirraa sanada laafaadhaan
Rizal Mumari Tirraba Sanada Lafadan, Sanada Sakana Kaisa Nujra. Rizal Mumari Sanada Sakaisa. لم يروه عن ميمون إلا فروة بن السائب تفرد به الحكم إلا فرات بن السائب يعني فرات فرات هذا متروك الحديث قاله البخاري وغيره فرات لم نجأ لك فما حديثات حديثا تقول ما قالت حديث معازي حديث الممري يعني حديث معازي حديث ابن عباس حديث ابن عمر كلها ضعيفة من دون ضعيف لا في يجد لها في معنى الحديث في المعنى حديث أبي هريرة سند حديث ضعيفة سند نيسي ضعيفة قروا أمو حديثا ضعيفة تناف والرقات وتجرى حديث أبا هريرة كمسلم أدي سيجولا أكسما والقواعد الشرعية تؤيدها قواعدان شريعة كنتين بؤري لفقامات نجبيس هو أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام جيش لفجر وأن المسلم تركسون دون حرامي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا جتر راك وإدا شريعة فلت من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم حديث نجول لين درجان إسا حسن رواة أبرانيتي إمام الألبانين حسن قليت جرا نمني قرتي مسلم تترك سكرا إساني كيستي وجبت عليه لعنتهم أمارس إساني إساني رسبت تجا كنافو كنقبن وان فايدا المنامات وكل بالليسون انتقو جن أكن درسين كان يستر أبطا